بالتحديد في جامع فاطمة الزهراء، احتفالية بشكل مصغر للمقربين من التيار الصدري، كانوا يحتفلون كردة فعل أولى. طبعا هم يستعدون أيضا لاحتفالية كبرى، وخصوصا أن يوم غد سيكون هناك مؤتمر صحفي للسيد مقتدى الصدر، يعني بلغنا قبل قليل به، ستكون هناك كلمة للسيد مقتدى الصدر، وسنعلم ما سيتكلم به بحديثه في المؤتمر، وأيضا ما هي الخطوات